الله أكبر الله أكبر. آثار القصف العشوائي على منازل المدنيين، حلب بستان القصر، 4/9/2012. حلب بستان القصر. الله أكبر الله أكبر. آثار القصف العشوائي على منازل المدنيين. الله أكبر عليك يا بشار. أخي هذا شلون انقصف البيت؟ والله بيركين الساعة 9 المساء ما حسيناً اللي اجينا القصف. منين اجت هاي القذيفة؟ من صوب المدفعية الراموسي. من مدفعية الراموسي عم يقصف؟ ايه حسبي الله. هلا ابن الحرام الله يخرب بيته، ان شاء الله الله بذله، ان شاء الله الله يدمر بيت اولاده، ان شاء الله بشوف اولاده مدبوحين قدامه هالابن الحرام. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعوضك اخوي، الله يعوضك. يا الله الحمد لله رب العالمين. حلب بستان القصر 4/10/2012. الله أكبر. آثار الدمار في منزل أحد المدنيين. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك. 4/10/2012.